أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل.